السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا الفيديو دوت لكل اللي قاعدين في البيت، ملوش علاقة بموضوع تدريب الغوص والكلام دوت. قلنا ننوع شوية، وقبل ما ننوع شوية عايز اللي ما اشتركش في القناة برضه يشترك في القناة. تحت كده في زر أحمر كده اشتركوا عليه، مكتوب عليه اشتراك. وعايز أقول لكم الحمد لله إحنا في نعمة إن إحنا قاعدين في البيت. أيوه، في حد يقول لي نعمة إحنا قاعدين في البيت؟ آه إحنا في نعمة فعلا إن إحنا قاعدين في البيت. يعني عايزين نتخيل كده هوت ان الفيروس اللي ظهر دوت ايا كان ايه اسبابه. يعني طبعا في بعض الناس بتقول لا ده غاز ولا ده دول متوقعه في الموضوع دوت وهي سبب في الامر ده. عايز اقول لكم ايا كان ايه هو السبب، سبب دول، سبب فيروس، سبب ايا كان ايه هو السبب، مفيش حاجه بتحصل في كون الله عز وجل الا بقدر الله عز وجل. بس عايزين بس نبقى يعني عندنا ثقه في النقطه دي، ان مفيش اي حاجه هتقع في ارض الله الا بامر الله عز وجل، ولا يرفع هذا البلاء ها الا بقدر الله برضه عز وجل، الا بامر الله عز وجل. تخيلوا لو علاج الفيروس دوت بدل القعده في البيت، لا الخروج من البيت علاجه كده. علاجه كده ان احنا ما نقعدش في البيت، علاجه كده ان احنا كلنا ننزل الشارع عشان 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 ما نصيبش عشان ما نصابش بالفيروس دوت. تخيل بقى انت ومراتك واهلك واولادك كل دوت قاعدين في الشارع، والوالده والوالد كل دوت قاعدين في الشارع، ازاي هنقدر نقعد في الشارع الفتره دي كلها، يوم واثنين وثلاثه وشهر؟ طب نروح فين؟ فعرفتوا بقى من رحمه ربنا بينا عز وجل ان احنا قاعدين في البيت. عشان كده اصبح القعاد في البيت دلوقتي نعمه. ممكن تستغل وقتك في البيت زي ما احنا كلنا ما بنعمل، استغل وقتك فعلا في العباده، استغل وقتك في الدعاء، استغل وقتك في القرب لاهلك، استغل وقتك في اكلات تعملها خاصه بيك. وما شاء الله واحد شاف على السوشيال ميديا يعني معظم الناس اللي بيعمل كنافه واللي بيعمل بسبوسه واللي بيحشي كرومب واللي يعني ابدعتهم ما شاء الله عليكم يعني. حفظ اولادك القران، يعني حتى لو انت مش قادر تحفظهم القران، في منصات كثيره جدا يعني لحفظ القران عن طريق التعلم عن بعد. فليه لا ما نستغلش الامور ديت؟ وعايزين بقى بسبب النقطه ديت فعلا عايزين نشكر هيئه الاتصالات في النقطه دي بالذات. يعني عايزين نقول يعني هيئه الاتصالات وشركات الاتصالات يعني نزلوا عديد جدا من الابلكيشنز الناس بتقدر تستخدمها. عايز اقول لكم يعني الدوله قائمه دلوقتي على الاتصالات وعلى الانترنت وعلى شركات الاتصالات. ف شكرا جدا جدا لهيئه الاتصالات. عايز اقول لكم في موضوع كمان قفل المساجد، يعني في ناس كتير احنا كلنا زعلانين على 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 قفل المساجد وعلى عدم الصلاه في المسجد. بس هل دوت مبرر مثلا ان حضرتك تاخر الصلاه؟ هل ده مبرر ان حضرتك تروح عليك نومه وما تصليش؟ مش مبرر يا جماعه موضوع قفل الصلاه. احنا الارض كلها يعني ربنا عز وجل جعلها لنا مسجدا، يعني نصلي في اي مكان، نصلي في بيتنا، نصلي في اي مكان بعيد، فنصلي في اي مكان نصلي فيه. الصلاه لسه ما اتقفلتش يا جماعه، احنا عندنا لسه 5 فروض كل يوم، فنصلي فيهم ونصلي في الميعاد. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بالميعاد بالوقت. فخلينا يلا نصلي، خلينا نصلي باهل بيتنا، ليه لا؟ خلينا نعمل خطبه كده باهل بيتنا، ايه المشكله؟ ايه المشكله ان كل واحد فينا فعلا يعمل خطبه كده ويحضرها اهل بيته؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله ان انت تصلي معاهم؟ احنا عايزين ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي النوافل كلها في البيت، كان بيقيم الليل في البيت. ما تيجي ناخد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الصلاه في البيت، ايه المشكله؟ بدل ما احنا نبعد عن الصلاه او ناخر الصلاه او نقول خلاص هم قفلوا المساجد، لا ما قفلوش المساجد، ما زال يا جماعه في صلاه، ما زال عندنا 5 فروض، ما زال باب التوبه مفتوح. تعال نتوب الى الله عز وجل، تعال نرجع لربنا، تعال ناخد درس من اللي احنا فيه دوت، تعال نقرب شويه، تعال نصلي قيام ليل كل يوم، تعال نحفظ اولادنا القران. ايه المشكله؟ تعال نتعلم، تعال نتعلم. انا بالنسبه لي انا اتعلمت حاجات جديده الفتره اللي فاتت، اتعلمت مونتاج، كان نفسي اتعلم مونتاج من زمان جدا، واسمع برامج واسمع فيديوهات واخد دروس فيه وانزل البرنامج. نزلت البرنامج، اشتريت البرنامج، اتعلمت مونتاج، انبسطت جدا من الفتره اللي فاتت دي. انا بعمل الحاجات بنفسي، بمنتج بنفسي، بشتغل بنفسي، ده حاجه جميله جدا يعني. اتعلمت الفوتوشوب، نزلت الفوتوشوب، اتعلمت وخدت فيه دروس. ليه لا؟ ليه لا ان احنا نتعلم الامور ديت؟ اي حد كان نفسه يعمل حاجه يقدر يعملها دلوقتي، يعني عدد ساعات كتيره جدا نقدر نستغلها في حاجات كتيره جدا. بالكم عايزين نسمع حاجات ايجابيه، بلاش موضوع السلبيه،
بلاش تتفرج على اخبار كتيره جدا، لان مش هتقول لنا غير، لان دايما الاخبار ما بتتكلمش غير عن الحروب وعن القتلى وعن الاسرى وعن اخيرا الفيروس والاصابات، على الاقل يعني حتى لو لابد يعني على الاقل مره واحده نسمع فيها ربما الحكومه بتبعت رساله للشعب ولا حاجه، فمره واحده نسمعها كفايه، بلاش كل شويه نسمعها عشان ما تديناش، عشان ما تعملناش شويه احباط وما تعملناش ما تديناش شويه سلبيات يعني. فخليك ايجابي وبلاش ننشر اي حاجه على السوشيال ميديا كمان، لان بعض الحاجات كتير كتير جدا على السوشيال ميديا بتعتبر بتبقى شائعات وبتبقى حاجات مغلوطه في بعض، فالافضل ان احنا بلاش نتداول اي اشاعات او اي حاجه ننشرها او نبعتها على اي جروبات وخلاص. فخلينا ايجابيين، خلينا نلتزم فعلا نكون في البيت، خلينا نتعلم حاجه جديده، خلينا نقرب لاهالينا شويه، خلينا نقرب لله عز وجل كمان شويه. فبس كل التوفيق وإن شاء الله أشوفكم على خير.